الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية. مسرح الإذاعة الوطنية يقدم دارة الدورة. دارة الدورة مسلسل اجتماعي تأليف محمد أحمد البصير، إعداد رشيد الحراق، إنتاج الإذاعة المغربية، إخراج أمين ديان. حلقة الرابعة. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية مغربية. كريمة عاد ما جاتش اليوم؟ لا ما جاتش. تهاون كبير هذا. لا هذه ما بقات صالحة للخدمة. إلا ما عندها استعداد تبقى في دار حلها. والله إلا مزيان عليا هذه ما بقاتش الشركة ولا تنقل. عملت مزيان ما جاتش. إوا هو أنت بخير؟ كيف قضيتي العطلة الأسبوعية؟ بالضبط. حتى خلت من دارنا نارو. أيتي يا كريمان كيتي يا. ولكن بيناتنا شي حرام هاي بهاد الله. أنت تظل مسجونة في الدار وأنا ما نجيب أخبار؟ ما نلقى حتى عباد الله يخرج معايا ويونسني. حرام هاد الشيء كان محرام. تفضل السي خالد. شكرا. ديالي الرسالة. نعم سيدي. سيدي وأخيرا جرد ما يصلك كتابي هذا أكون قد خرجت من دنياك إلى الأبد ترتاح من شبح الجريمة الذي يضادك بسببي ويلغص عليك حياة الوجون واللعب بالأعراض. هذه الحياة التي أبى ضميرك الميت أن ينبذها ويحتقرها. نعم هذه آخر سطور أكتبها قبل غدرات جعلة من كل كلمة فيها صوت يلهب قلبك وينغص عليك أيامك حتى تتعظ وتعرف التوبة إلى نفسك سبيلا وداعا ومغفرة من الله. سعاد. كيفاش؟ لا أبدا. شنو زعما غادي تكون تحت؟ عمي موسى. نعم سيدي. هاد الرسالة هادي شكون عطاها لك؟ شي بنت جات للباب وسولت فيك ولما قلت ليها انت هنا طلبت مني نسلمك البيه في يديك. طيب بارك الله فيك. بلا جميل. كريمة الله يخليك إذا سبحان الله طلبني المدير أو شي حد قولي لهم طلبوه في الدار مشكين متفقين؟ ياك لاباس وكان. لا شي باس ما كاين. عندك نساي الله يكثر خيرك. صافي غير كون هاني. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات إذاعية مغربية. جوج ثلاثة ضمة الحاج قال نعم. هاي ضري لقد نار عطي الكرسي تحية طفرمشة وعين شاد الشي عندك. أهم الولاد السي الحمامسي كاين شي هم من همهم اللي من السنين القبلة ومزربعين ليا الدماغ. أيه الله يسمحنا من حق الوالدين. الولاد أحياني على الولاد. حنا بارك الله فيك ما كنا شي هكذا. فين على كل حال الدو الدواء هذا جيل آخر. أسيدي كل جيل مختار مشاكله وصداعه غير وكان كل واحد كيقول مع نفسه هو أحسن الناس في الدنيا. واش كاين من عهد بون أدب على قبل على شقط الخاه علىوك الدمرة. والله إلا معك الحق اللي حقق يحمق. هاي أرشي طرح أخو وابع غاي نفجلك في سر الله. إيوا كنبغيك. زول علي هذيك التغبيشة وتمتع حياتك بما الضواط زعما راه عندك مناش ويلا الوياعيات عطيها التقاعد وشوف لك شي شيره جد معاها الكولطا الحمامصي هايا حدك تمثل و الله كون كنت بحالك الحاج كيما نخلي البومور ما يولد وهادي ما خلاو لي شيء باش نقيس نتي علاش انا غادي نرف دمهم على قلبي ونقصي واللي خلقهم قد بهم وبغيرهم. الزمان أبو العجائب
غير طلب على سيدك الخير. عندي جوابك يا حبيبي، المكتوب على الجبين لازم ما تشوفوا العين يا واي. كاينة إذن خصني نحمد الله على الساعة السعيدة اللي فيها واللي مقيد لي فرزق والمكتاب يوصل يوصل. ايه وكين خاصك تدير بحساب الزمان. ايه هذاك الشيء علاش سحروني الخيل وكلاولي المخ وخلاوني كنظل ونبات كنعطيهم في الدعاوي دي خير باش ينبحوني نار. ايه راك مازال كتحلم. ايه الدنيا كلها ما اوف بحال الريح دابا العب 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 راه ما كنفوزو غير بهاد الكليسات اللعب. يا راه ما كتشني ولو. ايوا 50 درهم ديال الطرحه الحبيب وكان. ايوا وال 50 درهم اللي ديتي لي هذيك سلفتها لوليدات راني خصت عليهم. الله يخلف عليك. صلحتي جر مع يما الوليد قروشه احياني يا مباركه مسعوده غير ندخل عليها ونبسم لها في وجهها ونعيشها في الملايين اللي غادي يدخلوا عليا شي نهار. بحال الشتا مسكينه تبلات حتى هي. كنت خارج في الصباح درت لي 600 ريال في جيبي الله يسمح لنا من مورين الدار. علاش كنضحك الحاج ياك ما حكيت لك شي نكته وما عقشي بها. لا 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 ضحك على راسي نايب كان منع لي شيرات من الخروج للزنقه ما يمشي لا الخدمه ولا المدرسه الحياه تافهه. وهذا هو الحماق بعينيه عوم السفينه على الله واللي مكتوب على الجبين لازم يا دابا طامعي ما تربح. ومالك باغي تحرمني حتى من هاد النعمه الصغيره. انا غير كنحل عين في الصباح وكنعتب على باب الدار كنعرف بلي عندي 1000 ريال مضمونه وما غيرها والو. دار خيل تحن عليك وتعطف عليك غير لا تكون شي زربان. لا زربه على صلاح انما الشيء اللي كنطلب على الله يرزقني الصبر ويرزقني السعد السعد. ياك ايوا العب اسيدي العب اما نزيدك 1000 ريال اخرى او ما تسالي ما نسال. لا الزياده من راس الحمق وانا واحد الانسان قانوع. 1000 في الكف ولا 10 تلف. سيدي 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 شنو فاطمه اش هاد المشي يا مالك؟ ما كاين ما نقول لك اسيدي ما خليت فين قلبت عليك لاله سعاد هزو المستشفى بحاله خطيره محال واش تعيش؟ ويلي كيفاش؟ مال بنتي؟ اش وقع لها؟ شربات شربات شي حبوب من ويما باش تموت. يا سيدي يا ربي شوف حالتها مسكينه. ويلي بنتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تصبر الحس جديد نمشي معاك غير الخير ان شاء الله. مسلسل بالذنبي هي مغربيه لا تبني مستقبلها. نجي هنا نهرسها علاش؟ حيت اختها غلطات. هادشي ماشي معقول. بحال هادشي المعقول واللي ماشي معقول بحال الحرية عندها حدود والواجب عنده حدود وكل حاجة عندها حدود. أنا توريا خاصني غير نتنى سلامتها. مستعد مستعد نهدي عمري. لو كان تعرف خالد شحال كتبغيك كون طاح لك العجب ملي مسكينة يأست منك. قالت لي بصراحة ملي تخلى عليا ما بقت لي عيشة في هاد الحياة. في الأول يصحاب لي كضحك ولكن من بعد الساعة اللي كتبت لك الرسالة وطلبت مني نوصلهاك ملي رجعت للدار تأكد أن المصيبة وقعت. هذا يا توريا هو الحب اللي مشعل هذا وأنا كنقلب عليه كنقلب على الوفاء برهان. مصب غير تعيش لي يا سعاد. خلاص علي الحاج إبراهيم من هذا الكلام وإني تدري واش كاين في الدنيا المرة اللي يمكن تزير أو تحكم أو تسجن. هذا المستحيل. المرة عنصر رهيف عرفتي كيفاش تعامل معها تربحها وفهمني. خلاص هيا هيا هذاك والخير مراه والشر مراه عاوتاني. كاينه والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. ها الممرضه ماجيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مضره بنتي مضره غير طمأنوا طمأنوا سيدي البنت راها بخير وعلى خير. انتهى العمليه بنجاح دابا ساعه ان شاء الله غادي تكون واعيه تماما. الله يبشرك بالخير. الله فرحتيني. الله يفرح قلبك بنيتي. هذا احسن خبر سمعته في حياتي كلها. ما يكون باس سيدي منت. الله يسمح لنا من حق الوالدين. عمدرا
روحي بقات غير تهدني. لا تهدني مع راتك تهدني. فقت بنيتي حبيبتي سعاد، فك بنيتي لا تحرقي شي قلب ميمتك عليك. صافي لالا صافي، زال الخطر، ما تخلعي شي غير تاحي مع راساتك. اه الله يسمحنا من حق الوالدين. كيف كنت انسى النتيجة؟ خير ان شاء الله، الا تخطات مرحلة الخطر من دعات ولي لاباس. وهكا قدرت يا سعاد ضربي عصفورين بحجر واحد. تماما، خليت هي العفريت با يحط السلاح ويعطينا حريتنا. تماما، وخليت هي العفريت خالد يهزز منه ويطلب يدك ويخطبك. وعتوري اش باليك، راه الحياه كفاح والكفاح حرب والحرب خدعة. كانت غادي تكلفني هاد المعركة حياتي، ولكن كل حرب خاصة فيها التضحيات، اولا عندك الصح. دابا يا لالا غير برايلينا باش تخلينا نفرحوا بعرسك. اه بعدا فكرتيني، خالد راه في الباب خليول. اه خلي يدخل من بعد ما تضرقي عليا وجهك. ياك مصعب طيب كيك محبي المسلسلات إذاعية مشاهد مشهد العسل مع مراته الجديدة وخلال السويريت. ايه يمكن تعرفوا عند واحد الزرس لاباس عليه خامش فلوس، شعاره في الحياة زواج طلق زواج طلق وحرق الفلوس يرحموك. وفي حقا انا ما نعرفوش وفين خدام صار شليا وطبلة وتليفون وطلع يال بالحق ما عنده لا ملا ولا مذهب، انما ضريف وكريم والقلب شبعان. هادني واش من دنيا هادي؟ علي زافير بلي زافير، خلينا من حاجة اسمها الوظيف هذيك كيسموها شي بعضين القطارة. والله الا عندك الحق، انما كلها كيف مقيد والله رزقه. يوم انت برنامج عندك اليوم؟ اه برنامج عادي عادي. غادي نخلط على الوالي كذبة شي كذبة ونتفنو شي 4000 ريال نوجد بها ما يؤكل وما يشرب على ود خطيبة ماجية معروضة عندي اليوم. وهذا ما كان لازم ينسى الواحد هموم الدنيا. ايوا زعما الا بقيت معاكم ما غاديش نضايقكم. حاشا لله ابدا. حتى انت كتقول هذا الكلام استغفر الله. مرحبا ونهار كبير ومصاب غير تكون فرحان وضحك وناشط. راه اللي ما عرفك خسرك. والبارح ضيفت وانا اليوم غادي نضيفك. بصراحه بغيت نقول لك تبقى، اني عندك الدار والعمال خفتك ترفض. ما شوف صاحبي ما تفكرني لا في العمل لا في الدار، ما تشيش ندبك كاع فلوسي ومسك تماما، بغيت نرتاح من المشاكل. ما تسالني غير نوجد لك جو ساحر ينسك في العالم باسره. صافي يا خويا هذه هي امنيتي، واللي بغى يربح العام طويل. كنتم في الاستماع إلى الحلقة الرابعة من المسلسل الإذاعي دارة الدورة. دارة الدورة تأليف محمد أحمد البصري، إعداد رشيد الحرة. موسيقى الجينيريك لإبراهيم بركات. هندسة الصوت فاطمة ليتيم. مساعد المخرج بن عبد الله الجندي. إخراج حميد زيان.